في عام 1923 ألف الملحن والموسيقي علي رفعت بيك أول مقطوعة موسيقية من النشيد الوطني التركي الذي أعده محمد عاكف أرسوي، وتم استخدام مقطوعته لمدة 7 سنوات. وفي عام 1932 أنشأ مصطفى كمال أتاتورك مؤسسة اللغة التركية المعنية بتطوير اللغة التركية وإعداد المعاجم لها وتصفية الكلمات الأجنبية منها ونشر الدراسات عنها. وفي عام 2017 حيدت القوات التركية 5 من عناصر داعش الإرهابي خلال مداهمة لبعض أوكار التنظيم في قونيا، وأثناء العملية أصيب 4 من أفراد رجال الشرطة التركية بجروح طفيفة. وأيضا في عام 2017 عثر على جثة معلم نجم الدين يلماز الذي اغتالته منظمة PKK الإرهابية بعد اختطافهم له بساعات قليلة، وذلك بعد إطلاق النار على رأسه وإلقاء جسده في نهر بولمور. وأخيرا في عام 2018 أصدرت محكمة الجناية العليا أحكامها على 133 متهما في محاولة الانقلاب على نظام الحكم الذي وقع في 15 من تموز من عام 2016 بأحكام تتراوح بين 15 عاما والمؤبد.